عن صيد الوارور. يا مساء الورد لأحلى متابعين، أنا محمد معكم، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو عن صيد الورور. نزلنا على صيد الورور، حاطين الصوت اللي نحن منزلينه أول صوت على القناة، هذا الصوت اللي ما بيسكت، بيضل عم يترغل ما بيسكت أبدا، كلكم بتعرفوا هذا الصوت. كتير عند المساء أنا بحب شغله عند المساء، والاتكال على الله لنشوف شو بيصير معنا. وهي الورور لأحلى متابعين. صيد الورور بس بده الواحد يقعد بهي الطريقة، أنا قاعد بهي الطريقة، شايفين كيف لازز؟ لازز الجيب تبعي مباشرة بالسجر، قاعد بطريقة إني ماني مبين أبدا، ولابس تياب موها، وقاعد بهون، يعني مستحيل هو وجاي من بعيد يشوفني، حاطط الصوت هون. إذا بدك تحط الصوت قدامك مسافة يا وراك. هاي نزلت حدي مباشرة، بس في وحدة نزلت على الميلي الثاني.
هيدي هي. هاي هذا الصيد على المبيت. هاي اجت غطيت، اجت غطيت فوق مني مباشرة، قوستها ب 12 فيح، فكيت القاعدة عن البارود اللي قاطها، قوستها ب 12 فيح. وين نزلت؟ هاي هي غطيت مباشرة، يعني اضطريت شيل القاعدة وحطها على 12 فيح، بس نزلت سلطة.